ريح. مرحبا متر. على بيك شحويك حاتم، مرحبا بيك ومرحبا بكل متابعي ديوان التالي. شكرا، ربي فضلك متر، طلبت التدخل. تفضل، عندك كما نقولوا ليبر اونتين، تفضل. والله ماذا بيا، انا جست توضيح مش نتعديو على مش نفوتوا الفرصه من تحت على ديوان التالي. مرحبا بكم، باش نوضحوا مساله الاثاره هذه. يبدو لي وانه رغم وانه معناتها تم راي ثاني بخصوص الاثاره، احنا الاراء هي معناتها تنجم اذا كان عندها ما يضررها نجم ناخذ بها. بقي انه نص القانون راهو واضح جدا. علاش واضح جدا؟ لانه ما يمكنش للترجي الرياضي التونسي ان ينتفع من عقوبه اللي هي معناتها ورقه حمراء وقفه نتاع ملاعبي باش تغير القانون وتاخذوا اكثر من العدد الممكن في نتاع الملاعبيه الاجانب، او اني تشارك اقل من العدد اللي هو ملزم باش تشاركوا من الملاعبيه التونسيه. الفصل 71 اللي قامت عليه الاثاره واللي استندت عليه الاثاره يقول وانه على كل جمعيه انها تشارك على الاقل 7 لاعبين تونسيين حارس مرمى وستة لاعبين مساحة دي جوغ دو شان اللي هما لازمتهم يكونوا معناتها اوبليغاتوارمون يعني لزوما لازمتهم يكونوا اليني معناتها حاضرين في المقابلة طيلة ردهات المقابلة توت لا دوري دو ماتش. الاستثناء اللي حطوا الفصل هذايا يقول لك تنجم ما تكونش عندك 7 ملاعبية، ينجم يكون عندك 6 ملاعبية إذا كان في المقابلة هذه واحد من الملاعبية اللي كنا نحكيو عليهم اللي هما التوانسة، على خاطر الفصل هوني يحكي في الفقرة 4 وفقرة 5 يحكي عن ملاعبية التوانسة. واحد من الملاعبية التوانسة تم طرده من قبل الحكم، تم أخطأ من قبل الحكم. بمعنى هوني باش نقولوا أنه لا، راهو الاستثناء هذا يطبق على الكل، لا الاستثناء ما يطبقش على الكل. المبدأ هو وجود طبعا ملاعبية. الاستثناء إذا كان تم طرد لاعب تونسي، لاعبية تونسيين بيانسور، إذا كان تم طرد لاعب تونسي. ألور كو هوني في المقابلة نتاعنا شنو اللي صار؟ هو اللي صار وأنه جمعية الرياضية التونسي حتى من بعد الأخطاء نتاع اللاعب الأجنبي هي قاعدة تلعب لاعبية تونسي. الحدث اللي رجع طبعا لاعبية تونسي ما يكونوش 7 يكونوا 6 ما هوش أخطاء، هو تغيير. أنت جبت لاعبي تونسي خرجته ودخلت لاعبي اجنبي، بمعنى شو ولات الترتيب نتاع الفريق 6 ملاعبيه تونسي بما فيهم حارس المرمى و4 ملاعبيه اجانب بفعل مسؤوليه الترجي الرياضي التونسي، مش بفعل تدخل الحكم اللي قام بالاقصى. وهون نرجع وراه الفقره 5 من الفصل واضحه جدا انه يقول لك توت فوا في او كور دو ماتش لو نومبر دو جوار بلس انديكي، معناتها راهو الملاعبيه اللي كنا نحكيو عليهم في الفقره السابقه اللي هما ملاعبيه التوانسه دوفيان انفيريور ا 7 اون ريزون دو ليكسبيسيون بار لاربيت، معناتها راهو الملاعبيه التوانسه ما ينجموا ينقصوا 7 الا بحاله واحده مش بالتغيير الا بحاله طرد من الحكم. حاله طرد واضح هوني، حاله الطرد ما تمتش، وبالتالي فانه حتى معناتها الفكره الثانيه اللي تقول لا راهو الاستثناء هذا واستثناء عام شامل على الكل، نقولوا لا يا اخي كيفاش انت معناتها تديك عقوبه طرد ملاعبي قمت تنتفع من الاستثناء؟ ما يصيرش، هي العقوبه بطبيعتها ما تحلكش الباب انك تنتفع بحاجه واحده. المبدا هذاك هو، هذا تفسير القانون. النص هذا راهو واضح، وعباره النص تؤخذ على اثلاثها، ما يبقى معناتها اون انتربريتاسيون، معناتها النص واضح جدا. وكما قلت لك العدد من 7 إلى 6 الاستثناء الوحيد هو انه يقع طرد لاعب تونسي من قبل الحكم، هوني اللاعب التونسي اللي ينقص هو اللاعب، ما نقصش ماهوش لاعب تونسي فما لاعب اجنبي، واضح. لا ما نقصش بموجب الطرد، ما نقصش بموجب التغيير. بموجب التغيير بلا.
واضح. شكرا استاذ جوهر العذار، ناطق رسمي لنادي الرياضي الصفاقسي، فقط انه الخط مفتوح للجنه القانونيه للترجي الرياضي التونسي، اذا حابوا التدخل مرحبا سي والاستاذ رياض التويتي او من ينوبه مرحبا بكم. 31 328 330 او 31 328 328 كلمونا، اتصلوا بنا اذا حبيتوا توضحوا نقطه قانونيه. كما قلنا البجال مفتوح في اي وقت من حتى الخمسه نتاع العشيه، مرحبا باي تدخل قانوني ناخذوه في المباشر. هذا شنو قال الاستاذ جوهر العذار، سمعنا شنو الراي القانوني نتاع الاستاذ احمد التونسي، في انتظار نعرفوا ايضا الاجراء القانوني للترجي الرياضي التونسي او رايهم القانوني بطبيعه، باش نعرفوا الملف الذي سيحال بطبيعه الحال، انه لدار وقت مكتب الرابطه الوطني المحترفه وبعده لجنه الاستئناف وغيره، بعده ما ياخذوا القرار. احنا خذينا المعلومه كما هي، شنو المعلومه انه الترجي